بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مع تسجيل من دروس الفيزياء السنة الثانية بكالوريا، العنوان ديال الدرس هو النواة، الكتلة والطاقة. هو الدرس الثاني في جزئية الفيزياء النووية. أول فقرة في الدرس نشوفه التكافؤ. أولا كبيرة نتحدث على التكافؤ، كتلة، طاقة. بالضبط هنا نتحدث على علاقة أينشتاين اللي كتربط ما بين الكتلة والطاقة، أو صغيرة علاقة اينشتاين. السنة الماضية الأولى باك كنتو هضرتو على الطاقة الحركية، وقلنا بأن الطاقة الحركية هذه فاش كيمتلكها الجسم فاش كيصبح في حركة. إذا الحركة كتجعل الجسم كيمتلك واحد الطاقة حركية كتسمى رمزناها برمز اس، وشفنا العلاقة فاش كنحسبوها. وأيضا شفنا في الدرس الموالي ديال السنة الماضية أيضا بأن الموضع ديال الجسم كيعطيه واحد الطاقة اللي كتسمى طاقة الوضع الثقلي. إذا هنا اينشتاين خلال الدراسة ديالو استنتج بأن الكتلة ديال الجسم كتخليه كيمتلك واحد الطاقة اللي كتسمى الطاقة الكتلية. إذا كل العلاقة ديالو كتقول كل مجموعة مادية يعني عندها كتلة، كتلتها أم تمتلك طاقة جراء هذه الكتلة تسمى. إذا بحال قلنا الحركة فاش عطات الجسم الطاقة سميها طاقة حركية، والوضع فاش عطى الموضع بالنسبة لسطح الأرض فاش عطى الجسم طاقة في السنة الماضية عطى سميها طاقة الوضع الثقلية. الآن هذه الطاقة هذه السنة ديالها هو الكتلة تسمى الطاقة الكتلية، تسمى الطاقة الكتلية، ويعبر عنها بالعلاقة. العلاقة كتقول بأن الطاقة الكتلية ديال الجسم كنديرها بـ E كتساوي الكتلة ديال الجسم في سي أس اثنان. إذا شنو هي E؟ E هذه هي الطاقة الكتلية ديال الجسم بالجول، هذه ديال الطاقة هي الجول. و M هذه كتلة المجموعة المادية بالكيلوغرام، و سي الشهب فانتشار موجة ضوئية هي سرعة انتشار الضوء في الفراغ، و سي سرعة انتشار الضوء في الفراغ حيث تساوي 13.6 متر سكون موزع. إذا هذه الطاقة الكتلية وهي العلاقة اللي كتربط ما بين الكتلة ديال المجموعة والطاقة ديالها. إذا ملحوظة، بما أن الطاقة الكتلية كتتعلق بالكتلة، إذا تغيرت الكتلة غتغير الطاقة، يعني المجموعة إلى زادت الكتلة ديالها غتزيد الطاقة الكتلية ديالها، وإلى نقصت الكتلة ديالها غتنقص الطاقة الكتلية. إذا كل تغير في الكتلة غيكون كيصاحبو تغير في الطاقة الكتلية. إذا نشيرو لهنا ملحوظ، كل تغير دلتا إم، كل تغير دلتا إم في الكتلة يرافقه تغير دلتا إ في الطاقة الكتلية للمجموعة المادية، حيث داكشي اللي غتنقص به الطاقة ولا باش غتزيد بقية باش غتغير الطاقة كتساوي لنا المقدار اللي تغيرت به الكتلة مضروبة في سي أس اثنان. ثانية صغيرة الآن نتحدثو على وحدات الطاقة. ثانية صغيرة وحدات الطاقة والكتلة. لما تعرفنا على العلاقة اللي كتربط الطاقة بالكتلة واللي هي علاقة اينشتاين، الآن نشوف الوحدات ديال الطاقة والكتلة لأنها مهمة عندنا في الدرس. إذا بدون نقاش الوحدة ديال الطاقة في نظام علمي الوحدات هي الجول. إذا الطاقة الوحدة ديالها هي الجول ما نناقشوهاش، وكأيضا الكتلة في النظام العالمي للوحدات هي الكيلوغرام. إذا هادو ما نحتاجوش نناقشوهم.
لكن المجال اللي خدامين حنا اللي هو مجال الفيزياء النووية، والدقائق اللي كنتعاملوا معها اللي هي عبارة عن دقائق صغيرة جدا، اللي هي البروتونات، النوترونات، النواة، نواة الهيليوم مثلا، الدقيقة ألفا، الدقيقة بيتا موان، الدقيقة بيتا بلس. يعني الدقائق هذه الكتلة ديالها صغيرة وصغيرة وصغيرة جدا، وبالتالي الكتلة الكيلوغرام كيكون وحدة غير عملية. اش كنقصد غير عملية؟ يعني الاستعمال ديالها صعب، كما ان الجول هو وحدة غير عملية ايضا. نعطيكم مثال اش كنعني بغير عملية. مثلا الوحدة العالمية، مثلا نفترضوا مثلا الناس في البورصة، حنا في البورصة ديال الدار البيضاء، في البورصة غالبا كيهضروا بالمليون ديال الدرهم، كيهضروا بالمليون ديال الدرهم. إذا يطلع واحد مثلا واحد خضار بسيط للبورصة يبقى يهضر معاهم 50 درهم، 30 درهم، 20 درهم، 200 ريال، 300 ريال، ما يفهموش. علاش؟ لأنهم الوحدة واش خدامين بيها تما كان غير المليون ديال الدرهم، 200 مليون درهم. كما وقع العكس، إذا هبط واحد من البورصة وجا للسوق ويقول له مثلا عند الخضار عطيني واحد 10 أس ناقص 5 مليون درهم ديال اللحم، ده صعيب تاع يفهموا. ده ماشي عملية في السوق، المليون درهم ماشي عملية في السوق ديال المتداول اللي عندنا في الحياة اليومية، كما أن الريال والسنتيم ماشي وحدة عملية في البورصة. شنو بغيت نقصد؟ بأن الكتلة ولا الطاقة هذو الوحدة ديالهم العالمية، ولكن المجال في خدامين حنا، المجال في خدامين داك الوحدة صغير عملية، يعني التعامل بها صعيب. هذا اللي كيخلينا نغيروا الوحدات ونتعامل بوحدات اللي هي اكثر عمليه، وحدات اكثر عمليه. بالنسبه للكتله، الوحده اللي غادي نحصلوها من دابا الفوق هي بالنسبه لمجال الفيزياء النوويه، هي وحده الكتله الذريه. باش كنرمزوا لها ب U، وحده الكتله الذريه U، يونيتي دو ماس اتوميك، كنرمزوا لها ب U. دابا هاد الكتله هادي شحال كتساوي؟ مثلا خصكم تعرفوا التحويل ديالها، لان مثلا فاش كنقولوا غرام هو كيلو مقسوم على 1000، اذا واحد او اش كان؟ اذا من حيث انه واحد او، هذا كي داروا القامه، هي الكتله ديال ذره الكربون 12 مقسومه على 12، 1 على 12 من ذره الكتله نواه الكربون 12. شحال كتساوي هذه؟ القوها كتساوي 1.6605 × 10⁻²⁷ كيلو غرام. وهذه هي العلاقة اللي كتهمكم نتوما، حيت أن إذا كان عندك الوحدة ديال الكتلة الذرية وبغيتو تحولو لكيلو غرام كنطلبو فيها القيمة هذه. كان عندك الكيلو غرام بغيتي تحول لعند وحدة الكتلة الذرية كتقسم على هاد القيمة هذه. إذا ديرها هنا دينا، إذا من الإي لعند كيلو غرام، إذا بغيت نحول من وحدة الكتلة الذرية لكيلو غرام كنضربو في هذه 1.615 × 10⁷ و ديك الساعة كتحول الكتلة للكيلوغرام. في المقابل إذا كانت عندك الكتلة بالكيلوغرام وبغيتي تحولها لعند وحدة الكتلة الذرية كتقسم على 1.6605 × 10⁻²، وتما الكتلة كتحول من الكيلوغرام لعند وحدة الكتلة الذرية. ايضا بالنسبه للطاقه، الجول قلنا وحده غير عمليه، هذا اللي كيخلينا نخدموا الالكترون فولت. اذا الطاقه غادي وحده تكون عمليه هي الالكترون، الكترون فولت الرمز ديالو هو او في، حيث ان واحد الكترون فولت يساوي 1.6 × 10⁻¹⁶ جول. طريقه واحده اخرى، يعني اذا كان الطاقة بالإلكترون فولت وبغيتي تحولها للجول، كضرب في هاد القيمة هادي 1.6 × 10⁻¹⁷ جول، وكتحول ديك الساعة القيمة للجول. و إلا كانت عندك الطاقة بالجول وبغيتي تحولها للإلكترون فولت كتقسم على 1.6 × 10⁻¹⁷. الآن تيتا صغيرة غادي نشوفو، تيتا صغيرة نشوفو الطاقة المكافئة لي وحدة الكتلة الذرية، الواحد إي. إذا كان واحد الجسم الكتلة ديالو هو واحد إي،
غالبا اي وحدة الكتلة الذرية دي ولات وحدة ديال الكتلة، بحال كتقول الجرام، بحال كتقول الكيلوغرام، بحال كتقول الطن، هذه من وحدات الكتلة الان الاي. اذا كان واحد الجسم كتلة ديال واحد اي، شحال الطاقة اللي غتكون عنده؟ يعني حاولوا تطبقوا العلاقة ديالنا ديال اينشتاين. اذا نعلم ان او كتساوي لنا ام سي اس 2، فكتساوي لنا دالة واحد. اذا هذه الكتلة خاصها تكون بالكيلوغرام، اذا واحد اي شحال فيها كيلوغرام؟ حولوها دابا باش تبقى تنتج من الاي الكيلوغرام، كنضربها بالمقدار هذا في 1.6605 اس ناقص 27 في ست، شفناها في الفقرة السابقة اللي هي 3 × 10 اس 8، وما ننساش المربع، غتلقاوها كتساوي نعطيكم القيمة هنايا هي 14.94، 14.94 10 اس ناقص 11 جول. إذا كان لاحظتوا بين 10 ناقص 11 جول هي قيمة صغيرة بزاف. إذا بغيت الآن نحولها لعدد الإلكترون فولت، شفناها قبيلة باش ندوز من الجول للإلكترون فولت، شنو كنا كنديرو؟ كنقسمو على 1.6 إذا كتساوي 14.94 10 أس ناقص 11، غنقسمها على 1.6 10 أس ناقص 19 باش نحولها للإلكترون فولت. إذا تساوي لنا القيمة اللي غتلقاوها هي سود 3.1 9.5 10 أس 6 إلكترون فولت. وعندنا من المضاعفات ديال الإلكترون فولت عندنا الميجا إلكترون فولت، نسجلها عندي هنايا. إذا المضاعفات ديال الإلكترون فولت كاين الميجا إلكترون فولت، ميجا إلكترون فولت هو مضاعف ديال الإلكترون فولت، حيث أنه 1 ميجا إلكترون فولت كيساوي لنا مليون إلكترون فولت، يعني 10 أس 6 إلكترون فولت. إذا هذا 10 أس 6 الكترون فولت نحولها للميجا الكترون فولت، اذا رجعنا هي 931.5 ميجا الكترون فولت. اذا هذه هي او. الان يمكننا نلقاو العلاقه ما بين من هذه النتيجه هذه، إذا هاد أو هادي لعندنا هنا راه هي نفس المربع، إذا أنا مدرتش التحويل غتجي هاد أو شنو هي؟ هي واحد أو سي أوس اثنان، هي هادشي كتساوي 931.5 متر، إذا هاد واحد أو في السي مربع هي هادشي، إذا نقدر نقول بأن واحد أو نقسم على هاد السي هنا، إذا نقدر نقول بأن واحد أو كتكافئ 931.5 متر مقسومة على السي أوس اثنان. وهذه العلاقة هذه عندنا مهمة، هذه غنحتاجوها من بعد فاش نكون كنحسبوا الطاقات وكتسهل علينا الحساب، عقلوا ليها مزيان، ترجعوا لها في الفقرات الموالية. الآن ثانية كبيرة غادي نتحدثوا على طاقة الرب، وأول مفهوم غنشوفو في هذا الجزء الثاني ديال الدرس هو مفهوم النقص الكتلي. إذا أول صغيرة النقص الكتلي، إذا من خلال التجارب اللي قاموا بها العلماء شفنا بأن النواة كتكون مناش تكون بروتونات وهم نوترونات. إذا مثلا خدينا سي نواة الكربون 14 غتكون كتكون مناش دابا غنكونو نحتاجو 6 ديال البروتونات و 14 ناقص 6 اللي هي 8 نوترونات. إذا بغيت نكونها غادي نحتاج مثلا 6 البروتونات، غنزلهم هكا هما هادا، و 8 ديال البروتونات نديرهم هنا مثلا باللون الأخضر، 2 3 4 5 6 7 8. إذا الآن بغيت أنا نتخيل بأن بحال كنلعب شي لعبة ديال الأطفال ديال التركيب، إذا بغيت نكون هاد النواة ديال الكربون هادي غادي نحتاج 6 ديال البروتونات و 6 ديال النوترونات. إذا من نطاق من هادو و 8 ديال النوترونات، إذا هادو إذا جمعتهم غادي يحصل على النواة ذرة الكربون اللي فيها الداخل ستة ديال البروتونات و 8 ديال النوترونات، 5 5 7 5. صافي.
دابا الكتلة ديال البروتونات هنا شحال غتكون الكتلة ديال البروتونات؟ هي 6 في الكتلة الواحدة، وهنا الكتلة ديال النوترونات هي 8 في الكتلة ديال النوترون واحد، وهنا غتكون أم ديال نواة الكربون 14 6. الغريب في الأمر الآن هو أنني إذا جمعت الكتلة ديال هاد النويات قبل ما نديرهم في النواة غنلقاها أكبر من الكتلة ديال النواة اللي كونتها منهم. سمعتوها مزيان؟ قلت إذا خديت الكتلة ديال النويات وهما مفرقين وقارنتها مع الكتلة ديال النواة من بعد ما جمعتها، كنلقى بأن الكتلة ديال النواة أصغر من الكتلة ديال النويات فاش كانت مفرقة. باش كان بمعنى خلال تكون النواة واش نحافظها في الكتلة، واش نقصات، واش زادت؟ من خلال التجارب لقاو بأن فاش تكون النواة الكتلة كتنقص. شوف الكتلة، يعني الكتلة ديال النويات اللي كيكونوها إلا خديتي الكتلة ديال هادو زائد الكتلة ديال هادو هما مفرقين وقارنتيها مع الكتلة ديال النواة بعد ما تكونات، واخا العدد ديال المكونات بحال بحال كنلقى بأن الكتلة ديال النواة أقل. إذا هنا كنفهمو بأن خلال تكون النواة تنقص الكتلة. إذا شحال المقدار باش نقصات الكتلة؟ إلا بغينا نعرفو شحال نقصات، أش كندير؟ كناخد الكتلة ديال هادو اللي كونتها منهم وكنقص منها الكتلة ديال النواة. إذا هذا هو النقص الكتلي. النقص الكتلي هو الفرق ما بين الكتلة ديال النويات وهي معزولة وكتلة النواة مما تكونت. إذا عقلنا مزيان، النقص الكتلي دلتا ال شنو يساوي لنا؟ يساوي لنا الكتلة، كتلة النويات معزولة، يعني مازالت هي كل وحدة لوحدها، ناقص كتلة النواة اللي تكونت من هاد النويات هاد. إذا أنا غنحس دلتا ام اش كتساوي لنا كتلة النويات؟ شنو هما النويات؟ إذا هي كتلة البروتونات زائد كتلة النوترونات ناقص كتلة النواة. حيت الآن كنكتب الحروف باش أنا كنت صعبو العلاقة مبقاوش خلطو فيها من بعد، لأنها علاقة مهمة وغالبا الأسئلة اللي كتجي موراها كتكون مبنية عليها. لكن كتلة البروتونات شنو هي؟ هي عدد البروتونات اللي عندي في كتلة بروتون واحد، صافي. إذا هذه كتلة البروتونات زائد كتلة النوترونات شنو هي؟ هي عدد النوترونات، يعني ان كتلة نوترون واحد اللي هو ام ان، ناقص الكتلة ديال النواة هي ام ديال اكس ا زد. إذا هذا المقدار هذا هو اللي كيتسمى النقص الكتلي. هذا النقص الكتلي للنواة إكس أ زد. إذا هنا شنو قلنا؟ شكون اللي كبير؟ كتلة النويات ولا كتلة النواة؟ إذا الكبير هو كتلة النويات فاش كتكون معزولة. إذا هاد دلتا إم كيجينا العدد الكبير ناقص العدد الصغير، إذا هو مقدار دائما موجب. إذا دلتا إم مقدار دائما موجب. إذا إذا بغينا نحسبو مثال نديرو النقص الكتلي ديال شي نواة، هاد النواة اللي شفنا هذا دابا من ديال الكربون 14 مثال، النقص الكتلي لنواة الكربون 14. إذا كنقول دلتا إم كتساوي لنا، إذا شحال الرمز ديال النواة كان هنايا سي 14 سي 14 6. لأن النواة شحال فيها البروتونات؟ فيها 6، إذا 6 كتلة بروتون واحد زائد كتلة عدد النوترونات شحال هو 14 ناقص 6، إذا هو 8 كتلة النوترون ناقص النواة كتلة هاد النواة كلها اللي هي ام ديال 14 6. إذا هادو كيكونو عندكم في المعطيات كتلقاو دلتا ام شحال كتساوي، وتأكد بأنها خاصها تكون موجب. غنتفرق على هاديك يبقى أمر بسيط. إذا الآن ثانية صغيرة نشوفو طاقة الربط للنواة. إذا طاقة الربط غادي نشوفو شنو هي. نبداو في الفقرات السابقة شفنا بأن النويات معزولة، وعندي النويات فاش كتكون نواة، عندي نواة فاش خديت واحد النواة وفككتها وحطيت النواة ديالها معزولة وجبت واحدة أخرى وحطيتها هنا. إذا إذا كانت هذه عندها كتلة ام وهذه كتلة ام بريم، إذا شكون اللي كبر؟
الكتلة النوويات معزولة، كتكون كم كتلة النواة بين الشكلات، إذا ام أكبر من ام بريم، صافي. إذا قلنا خلال تشكل النواة، إذا هنا باش كنفهم هذا الممر هذا، إذا خلال هذا تشكل النواة باش كيوقع الكتلة، الكتلة ام ديال كتنقص، الكتلة المجموعة كتنقص، وشحال مثلا كينقص هو داك اللي مثلا حسبناه في الفقرة السابقة. ورجعنا عند البداية ديال الدرس فاش هضرنا على علاقة اينشتاين. علاقة اينشتاين اش كتقول؟ كتقول بأن كتساوي الكتلة في أس اثنان، وكتقص في الملحوظة بأن إلا تغيرت الكتلة كي راح تغير الطاقة الكتلية. شفنا بأن تغير الكتلة يرافقه تغير في الطاقة الكتلية، صافي. إذا هنا الكتلة نقصات، إذا الطاقة الكتلية غتنقص ولا تزيد؟ الطاقة الكتلية او حتى هي نقصات. إذا فاش كانت كتشكل النواة ضاع واحد الجزء ديال الطاقة، ضاع واحد الجزء ديال الطاقة خلال تشكل النواة، صافي. هذا الجزء ديال الطاقة اللي ضاع راه هو الثمن اللي أدته النواة باش أنها تشكل، هو الثمن اللي أدته النواة باش أنها تشكل. إذا قلنا خلال تشكل النواة تنقص الكتلة بالمقدار دلتا ام اللي شفنا العلاقة ديالو كيسمينا زد ام بي زد ان ام ان ناقص ان ديال النواة اكس ا زد. إذا هذا المقدار باش كتغير الكتلة باش كتنقص الكتلة، إذا الطاقة الكتلية تنقص أيضا بالمقدار دلتا او كتساوي لنا دلتا ان سي مربع، كتساوي لنا هذا المقدار هذا زد ان بي زائد ان ام ان ناقص ان ديال النواة اكس ا زد الكل في سي مربع. هذا المقدار اللي نقص، دخلنا هذا المقدار هذا فاش تفقد، تفقد في اللحظة فاش كانت النواة كتكون. إذا هذا هو الضريبة اللي أدتها النواة باش أنها تكون، وأن ذاك النويات يرتبطوا فيما بينهم. هاد الطاقة هادي اللي تفقدات خلال تشكل النواة هو اللي كنسميوها طاقة الرب. إذا هاد الدلتا أو هادي هي اللي كنسميوها أو إل، بما أنها تفقدات في اللحظة فاش كانت النواة كتكون، يعني أدت إلى ارتباط النويات فيما بينها، كنسميوها طاقة الرب. إذا أو إل هي طاقة اش كتساوي لنا هي زد أم بي ناقص ان في ام ان زائد هنا زائد كل النوترونات ناقص ام اكس ا زد الكل في سي اس اثنان. اذا هذه هي طاقة الرب. اذا هاد قلنا الكتلة نقصت بمقدار دلتا ام، اذا حتى الطاقة نقصت بواحد المقدار دلتا او اللي سميناه من بعد هو او ال، يعني الطاقة اللي عندها ارتباط النويات وبالتالي تشكيل النواة. إذا الآن نعرفوا طاقة الرب. إذا قلت لكم الآن شنو هي طاقة الرب؟ غتقولوا لي هي الطاقة اللي كتفقدها النواة خلال التكون ديالها. انطلاقا من النويات. إذا جيت من هذه الجهة هذه، عطيتكم نويات، وقلت لكم ما هي طاقة الرب؟ شنو غتقولوا؟ طاقة الرب للنواة هي الطاقة التي يتم تحريرها خلال تكون النواة انطلاقا من نويات معزولة والساكنة بطبيعة الحال، صافي. نويات معزولة والساكنة خاصها تكون واقفة، يعني ما عندهاش طاقة حركية، صافي. ولا جيت من هاد الجهة هادي الآن لعند النواة ورديت لها الطاقة ديالها، عطيتها واحد الطاقة كتساوي شنو غيوقع للنواة؟ بطبيعة الحال غتفكك. إذا أنا جيت لعند النواة هادي وعطيتها الطاقة كتساوي أو إل غتفكك إلى نويات معزولة والساكنة. إذا من هنا كيقول لك طاقة الرب للنواة هي الطاقة اللازم إعطاؤها للنواة من أجل فصل نوياتها مع بقاء هذه الأخيرة في حالة السكون. إذا جوج شعالي على حساب واش انطلقتي من النويات أو انطلقتي من النواة. نعاود، قلت إذا كنتي انطلقتي من النواة تبغي تستعرف طاقة الرب، كنقول بأن طاقة الرب للنواة هي الطاقة لا هي الطاقة التي يتم تحريرها خلال تشكل النواة انطلاقا من نويات معزولة. وله المقابل طاقة الرب للنواة هي الطاقة اللازم إعطاؤها للنواة، خصني نردها لها.
هي الطاقة الذي يعطاها للنواة من أجل فصل مكوناتها وبقائها في حالة سكون. وهذا هو التعريف اللي كيعتمدوه غالبا في الكتاب. إذن طاقة الربط للنواة، طاقة الربط للنواة هي الطاقة اللازم إعطاؤها للنواة في حالة سكون، تكون واقفة، من أجل فصل نوياتها مع بقاء هذه الأخيرة في حالة سكون، نعبر عنها بالعلاقة ال تساوي لنا زد ضرب العلاقة الأولى. إذا هي النقص الكتلي هي دلتا ام، النقص الكتلي اللي تناولت الشفاف في السابقة في السي أس اثنان، يعني او ال كتساوي لنا زد ام بي زائد ان ام ان ناقص ان ديال نواة اكس ا زد الكل سي أس اثنان. الآن غنشوفو ثالثة صغيرة، طاقة الربط بالنسبة لنوية واحدة. إذا ثالثة صغيرة، طاقة الربط بالنسبة لنوية، إذا طاقة الربط بالنسبة لنوية غنشوفو التعريف ديالها ونجيبو من هنا. طاقة الربط للنواة كلها هي الطاقة اللي خصني نعطيها للنواة باش نفصل المكونات ديالها كلهم، صافي. طاقة الربط بالنسبة لنوية واحدة، عرفتي شنو هي النوية؟ هي بروتون أو نوترون. إذا الطاقة صارت بالنسبة للنواة شنو غتكون؟ هي الطاقة اللي لازم يعطوها للنواة من أجل فصل نوية واحدة. هي الطاقة اللي خصني نعطيها للنواة باش نحيد لها واحد بروتون ولا واحد نوترون. إذا نكتب عندنا الطاقة صارت بالنسبة للنواية هي الطاقة اللازم يعطاؤها لنواة في حالة سكون من أجل فصل نوية واحدة، أقصد بها بروتون أو نوترون. إذا الطاقة بالنسبة للنواة كنرمزو لها هكا بحال أو ماجيسكول، كتساوي لنا أو إل مقسومة على أ. إذا أو إل غالبا كتكون ميجا إلكترون فولت، و أ هو عدد النوايات. إذا أو كتكون بميجا إلكترون فولت نيوكليون. ملحوظة بالأهمية ديال هاد الطاقة هادي، هاد الطاقة هادي طاقة صارت بالنسبة للنوية ماشي للنواة سؤال، هادي الأهمية ديالها هي أنها كتمكنني من مقارنة استقرار النويدات. الطاقة النواة اللي عندها هاد الطاقة صارت بالنسبة للنوية كبيرة كتكون أكثر استقرار، ماشي أو إل. هاد الطاقة صارت بالنسبة للنوية هادي أو، كل ما كانت كبيرة كل ما كتكون نواة أكثر استقرار، وكل ما كانت صغيرة كل ما كتكون نواة أقل استقرار. ماشي هادي كنهضر على هادي، لأن لو قارن استقرار النويدات حسب هادي الطاقة صارت بالنسبة للنوية لكل نواة ومن بعد قارنهم، اللي عندها أكبر قيمة الطاقة صارت بالنسبة للنوية كبيرة كتكون هي النواة الأكثر استقرار. ملحوظة كلما كانت طاقة الربط بالنسبة للنوية كبيرة كانت النواة النويدة كانت النواة النويدة بحال كانت النويدة الموافقة أكثر استقرارا، والعكس صحيح. الآن منحنى أسطون الفقرة الرابعة صار هو منحنى أسطون. الآن يعني منحنى شنو خصكم تعرفوا عليه؟ خصكم تعرفوا عليه شنو كيمثل، كيفاش دابا مثلناه، وشنو الفائدة منه. هادو جوج حوايج اللي خصكم تعرفوا من هاد المنحنى ديال الأسطون. بسم الله المنحنى الأسطون هو المنحنى اللي كنمثلو فيه التغيرات ديال ناقص يعني مقابل طاقة الوضع طاقة الربط بالنسبة لنوية دلالة على نويات أ. إذا التعريف ديال المنحنى الأسطون هو منحنى تمثل فيه
يمثل فيه مقابل طاقة الرب بالنسبة للنوية. إذا طاقة الرب بالنسبة للنوية هذه كيفاش شفناها كتساوي لنا ناقص E، طاقة الرب بالنسبة للنوية المقابل ديالها هو ناقص E، إذا هذه طاقة الرب بالنسبة للنوية المقابل ديالها هو ناقص E، بدلالة عدد النويات R أو عدد الكتلة R. إذا هو هذا المخطط عندنا. إذا المخطط هذا هو مخطط اللي كيمثل لنا التغيرات ديال ناقص او ال على ا، لان او طاقه الرب بالنسبه للنواه شفنا بين هي او ال على ا، اذا المقابل ديالها هو ناقص او ال على ا هي ال. هذه اللي كتشوفوها هنا راه هي ناقص او طاقه الرب بالنسبه للنواه. الدلالات ديال اش كنمثلوها؟ كنمثلوها دلالات عدد نواه ا. يعني شنو كيديروا؟ كياخذوا مثلا نواه الكربون سي 12 6، كتعرفوا تحسبوا طاقه الرب بالنسبه طاقه الرب للنواه او ال، قلنا عدد البروتونات في كتلة بروتون واحد زائد عدد النوترونات في كتلة نوترون واحد ناقص الكتلة النواة كلها، الكل كنضربو في السي مربع كنلقى طاقة رد النواة. من بعد طاقة رد النواة كنخرجو طاقة رد بالنسبة للنواية اللي كتساوي لنا او ال على ا، يعني هتاخد القيمة اللي قلتها هنا وتقسم على 12، فغتبقى واحد القيمة شي حاجة بالمئة بار نيكليون، ميجالكترون فولت بار نيكليون. من بعد القيمة كتلقاها كتجي هنا كتقول الكربون 12 غتبحث على اش كتساوي 12 وكتمثل الناقص ديال هذا، اذا ناقص او كتساوي لنا ناقص هاد القيمة اللي عندك الفوق وكتجي كتمثلها هنا. اذا كل نويدة خداوها حسبوا الطاقة الرب بالنسبة للنواية ديالها ومثلوها في هاد المخطط هذا وبالتالي حصلوا على هاد المنحنى هذا اللي عندنا. هذا طريقة الإنشاء. الآن الفائدة ديال هاد المخطط، الفائدة ديال هاد المخطط كترتفض كتعلق وكترتبط بالفائده اللي كتعد ديال الطاقه الرب بالنسبه للنويه. باش نشوفوا على الطاقه الرب بالنسبه للنويه، بان هي الطاقه لازم يعطوها لنواه من اجل فصل نويه واحده، وقلنا الفائده ديال هذه الطاقه هذه هي انها كتمكنني من مقارنه استقرار النويدات، حيث ان النواه اللي عندها اكبر طاقه الرب بالنسبه للنويه هي اللي كتكون اكثر استقرار، والنواه اللي عندها اقل طاقه الرب بالنسبه للنويه كتكون هي الاقل استقرار. اذا هاد الطاقة الرب بالنسبة للنواية اللي شفناها المرة اللي فاتت الفقرة السابقة، هذه الفائدة منها شنو هي؟ مقارنة استقرار النويدات. كيفاش؟ إذا هذه الطاقة الرب بالنسبة للنواية إذا كانت هذه الطاقة الرب بالنسبة للنواية كبيرة كتكون النواة أكثر استقرار، ولكن كانت هذه صغيرة كنقولوا بأن النواة أقل استقرار. إذا هنا في المخطط اللي عندي أنا ما عنديش أو طاقة الرب بالنسبة للنواية، عندنا المقابل ديالها، خصني هنا نرجع لهاد المفاهيم اللي عندي هنا ونقوم بالتعليل ديالها. إذا كانت أو كبيرة المقابل ديالها كي غيكون؟ لا ظاهرها صغير. إذا هذه نقدر نقولوها بطريقة أخرى، إذا كانت ناقص أو صغيرة كتكون في هذه الحالة هذه النواة أكثر استقرار، يعني طاقة أو كبيرة المقابل ديالها غيكون صغير. هنا إذا كانت طاقة صغيرة يعني المقابل ديال طاقة خاصو يكون ناقص أو يكون كبير، إذا كانت ناقص أو كبيرة فإن النواة تكون أقل استقرار. وبالتالي هنا في مخطط أن زد اللي عندهم ناقص أو صغيرة هما النويدات الاكثر استقرار، ولا عندهم ناقص او كبيره ولا ما صغيراش بزاف هي الاقل استقرار. اذا هنايا طريقه واحده اخرى، اذا من خلال التعريف النويدات التي لها ناقص او صغيره هي الاكثر استقرارا. إذا النويدات اللي عندها ناقص أو صغيرة فين غتكون؟ هي النويدات اللي كاينة لتحت في المنحنى هنا كاع لتحت. إذا هاد النويدات اللي عندها أصغر قيمة ديال ناقص أو راه هي اللي عندها أكبر قيمة ديال أو طاقة الرب بالنسبة للنوية. إذا هاد النويدات كتواجد في القعر ديال المنحنى هنا، هاد النويدات كتواجد في القعر هنا، هاد النويدات في هاد المنطقة هادي كتميز بأقل قيمة ديال طاقة الرب بالنسبة للنوية، إذا النويدات هي الأكثر استقرار. إذا نقدر نفكها هاك، نقدر نقول بأن النويدات اللي كاينة في المنطقة هذه هي النويدات
الأكثر استقرارا. إذا بقى عندي جوج ديال المناطق، نويدات في هاد الجهة هادي، بل هاد النويدات هادو اللي عندي هنا، وهاد النويدات اللي عندي هنايا، هاد النويدات هادي اللي عندنا هنا، وهاد النويدات اللي عندي هنا، هي نويدات أقل استقرارا، لأن عندهم تقريبا طاقة فرق بالنسبة للنواية ناقص أو، المقابل ديال ناقص أو، عندهم مرتفع شوية، يعني طاقة فرق بالنسبة للنواية تكون قليل صغير. إذن هذه حتى هي نويدات أقل استقرارا. صافي، نقدروا الآن نحللوا المخطط أن زد. فهاد المخطط أن زد كيقول مثلا النويدات اللي عندها أ ما بين 20 حتى لهادي تقريبا 190، إذا بالنسبة للنويدات ذات أ محصورة ما بين 20 و 190، إذا النويدات اللي في هاد المنطقة هادي، شنو قلنا عندهم؟ لها ناقص أو صغيرة، أي أو طاقة فرق بالنسبة للنواية كبيرة، وبالتالي فهذه النويدات أكثر استقرارا. في المقابل النويدات اللي عندها أ أكبر من 90، أكبر من 190، و أ أصغر من 20، إذا هاد اللي في هاد لازون وفي هاد لازون، اللي عندهم أ أكبر من 190 و أ أصغر من 20، تتميز بقيم مرتفعة لناقص أو، أي قيم صغيرة ل أو، وبالتالي فهذه النويدات أقل استقرارا. إذن لحد الآن لقينا نويدات مستقرة ونويدات الأقل استقرار. غادي نسلطو نويدات مستقرة، ما عندناش معاها مشكل لأنها مستقرة مع راسها. النويدات الأقل استقرار هي اللي غتحاول تبحث عن الاستقرار، ونحاولو ندفعوها تولي أكثر استقرار. هاد النويدات هادي اللي هنا وهاد النويدات هادي اللي هنا غير مستقرة، ولكن كيختلفوا، بحيث أن هاد النويدات هادي هي نويدات عندها كبير، إذا كنقولو بأنها نويدات ثقيلة، نويدات ثقيلة. وهنا هادي نويدات عندها أ صغير خفيف، لأن هاد الكتلة صغير، أ هو كيتسمى هاد الكتلة، إذا مدام صغير كنقولو نويدات خفيفة. إذا هاد النويدات الثقيلة كنقدرو نحولوها حنا، ماشي راسها هي، راه تقدر تبقى هكاك، كنحاولو ندفعوها تبحث عن الاستقرار. إذا هنا ماشي تحولات تلقائية، هنا كنهضرو على تحولات محرضة، يعني حنا كندخلو، كنحاولو كنقدرو نحولو هاد النويدات أكثر استقرار عن طريق جوج تقنيات. إذا بالنسبة للنويدات الثقيلة، خصها تولي مستقرة، إلا نقصات من الثقل ديالها، إذا كانت نواة مثلا كاينة هنا هاديك، خصها تولي بحال هاد النويدات اللي هنا، إذا النويدات اللي هنا خفافين مقارنة بها. إذا تقسمات هي إذا تقسمات، غتحول جوج نويدات خفاف، وبالتالي غتكون أكثر استقرار. كنهضرو على الإنشطار النووي، إذا هاد النويدات اللي كاينة هنا، كتنشطر، كندفعوها، تنقسم جوج نويدات، كنهضرو هنا على الإنشطار، إذا هاد النويدات اللي هنا كدير إنشطار نووي، وهذا حنا اللي كندفعوها، حنا نشوفو في قاعدة الإنشطار من ديما غادي نهضرو عليهم. الانشطة النووي بالنسبة لهادو اللي هنا خفافين، إذا باش يوليو بحال هاد النويدات هادو اللي مستقرين، ثقالين بالنسبة ليهم، هادو مستقرين ثقالين مقارنة مع هاد، إذا هنا هاد النويدات باش يتحولو يوليو ثقالين كيحاولو يندمجو، يعني جوج خفاف كيندمجو باش يتحولو لنواة أكثر استقرارا. إذا كنحاولو هنا ناخدو جوج شي نواة، جوج ديال النويدات خفاف وما مستقرينش، وندفعوهم أنهم يتوحدوا ولا يندمجوا باش انهم يعطونا نواه اكثر استقرار. اذا هاد النويدات الخفيفه الغير مستقره والاقل استقرار هنا عندها قابليه انها دير اندماج نووي. اذا هذا كل ما نقولوا على مخطط ان زد، شفنا طريقه الانشاء ديالو، شفنا المعلومات اللي كيعطينا عن النويدات وهي كتعلق اساسا بالاستقرار ديال النويدات وعدم الاستقرار ديالها، شفنا بان قسم النويدات الى نويدات مستقره اللي كتواجد في القاع ديال المنحنى واللي كتوافق اقل قيمه ديال ناقص او، يعني اكبر قيمه ديال او،
ونويدات غير مستقرة ولا أقل استقرار اللي كتنقسم لجوج الأنواع، نويدات خفيفة أقل استقرار وهي خفيفة، ونويدات أكثر استقرار وهي ثقيلة. قلنا هنا غنقدروا ندفعوا هذه النويدات الغير مستقرة، ماشي غنقدروا ندفعوها حنا صافي، إذا غنقدروا ندفعوا هذه النويدات الغير مستقرة باش تحول إلى نويدات أكثر استقرار، ذلك باش عن طريق انشطار النويدات الغير مستقرة والثقيلة، واندماج النويدات الغير مستقرة والخفيفة. وفي القناة الموالية غنشوفوا شنو هو الانشطار وشنو هو الاندماج. الآن ثالثا كذا غادي تحدثوا على الانشطار، الانشطار والاندماج النووي، نوويان. من أول صلاة نشوفوا الانشطار النووي. الانشطار النووي شفناه شكون كيديرو في هذا الانشطار النووي، هما النويدات الثقيلة، النويدات الثقيلة والأقل استقرار. إذا يمكن النويدات الثقيلة والغير مستقرة أن تنشطر، يعني كتقصد أن تنشطر إلى نواتين خفيفتين بعد تلقفها، يعني بعد ما كتستقبل واحد النوترون بطيء. فاش كنهاجموها كنضربوها بواحد النوترون، هي كتلقف ذاك النوترون ومن بعد كتقصب الى جوج النويدات وكتبعث بواحد العدد الاهم ديال النوترونات. اذا تبقى عندنا هنايا الانشطار النووي، الانشطار النووي تفاعل نووي ماشي تلقائي بحال الفا وبيتا وغاما، هو تفاعل نووي محرض صافي، تنقسم خلاله نواة ثقيلة، تنقسم خلاله نواة ثقيلة شطورة، يعني قبل الانشطار يعني كتكون غير مستقرة، بعد التقاطها ولا بعد ايه التقافها لنوترون حراري، فهنا المحرضة تكون نواة ثقيلة شطورة بعد التقافها لنوترون حراري إلى نواتين خفيفتين. مثال إذا بالنسبة ناخذ مثال الأورانيوم، نعطيكم مثال ليا بالنسبة لعند الأورانيوم 235 92، بعد ما كتستقبل واحد النوترون كتحول لعند سي اس 140 55 زائد اف بي 93 37 زائد 3 ديال النوترونات واحد زيرو. اولا نفسها الاورانيوم 235 92 تقدر من بعد ما تتلقف ذاك الالكترون ذاك النوترون الحراري تحول على جوج نويدات خفيفتين اس ال 94 38 زائد الكزينو اكس او 139 54 زائد 3 ديال النوترونات مع انبعاث اشعه غاما. اللي كتلاحظوه هنا شو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بالنسبه لنفس النويده، اذا نتائج الانشطار النووي ماشي بحال نتائج ديال التحول التلقائي اللي شفنا المره اللي فاتت، بالنسبه لنتائج الانشطار النووي كتقدر تختلف نفس النواه في المرة الأولى تعطيني واحد النتائج وفي المرة الثانية تعطيني نتائج أخرى. إذا هنا اللي كيهمني هو أن الانشطار كيوقع لمن النويدات ثقيلة غير مستقرة اللي كتسمى النواة الشطورة، من بعداش فاش كتنشطر فاش كتلقف واحد النوترون، من بعد ما كتلقف النوترون كتحول لجوج نويدات كتنشطر لجوج نويدات، هذا هو اللي كيهمني هما جوج نويدات خفاف، وكينبعثوا عندنا هنايا نوترونات، وبالتالي هاد النوترونات هادو كيقدروا هما براسهم يقيسوا نويدات واحدة أخرى كاينين في العينة ويأديو الانشطار ديالها، وهكا تستمر العملية ديال الانشطار إلا ما كانش متحكم فيها، إلا ما تمش التحكم فيها كيتم عملية الانشطار بالتوالي. كل نويدة كيوصلها كتستقبل النوترون كتنشطر وكتحرك النوترونات، داك النوترونات اللي كيتحركوا على داك النويدة كيقوموا بمهاجمة نويدات أخرى كتلفهم نويدات شاطورة أخرى وكتنشطر وكتستمر هكا العملية، وكيتسمى الانشطار المتسلسل بحال كيوقع في القنبلة النووية. لكن في المفاعلات النووية
كيقدروا يتحكموا في هذا الانشطار عن طريق امتصاص هذه النوترونات هذه اللي كتنتج عن الانشطار. اذا فاش كتنتج النشاطر هذه باش ما تديش عن الانشطار نويرات اخرى ويبقى التفاعل متسلسل، كيتحكموا في هذه النوترونات هذو حيث ان كيتم الامتصاص ديالهم من واحد من طرف واحد القضبان ديال الكادميوم اللي كيكونوا في النويد في المفاعلات النوويه، وبالتالي كيتم التحكم في الانشطار النووي في المفاعلات النوويه. ولكن في القنبله النوويه ما كيتمش التحكم فيها، بحيث انها في اللحظه فاش كنشطر النويده الاولى كتبعها انشطار باقي النويدات، وذلك يجعل لك القنبله النوويه ذات طاقه تدميريه هائله. الان نتعرف على الاندماج النووي. ثانيا الاندماج النووي. الاندماج النووي هو العكس ديال الانشطار. اذا كان الانشطار نواه ثقيله كتحول نواتين خفيفتين، فالاندماج النووي هو العكس، حيث انك يكون عندي جوج نويدات غير مستقره وخفيفه كتندمج بيناتها باش كتعطينا نواه اكثر ثقل. اذا الاندماج النووي هو تفاعل. الاندماج النووي هو تفاعل ماشي تلقائي محرض، يعني يتطلب تدخل اطراف خارجيه. التفاعل النووي هو تفاعل محرض يتم خلاله انضمام او اتحاد. الكلمه الافضل هي اندماج، وانضمام او اتحاد نواتين خفيفتين لتكوين نواة أثقل. إذن هنا مثال بالنسبة عند تكوين ديال الهيليوم في الشمس، كيتم عبر اندماج الهيدروجين. النويدات الهيدروجين كيندمجوا في ثلاثة مراحل. إذا في المرة الأولى كيندمج جوج ديال الذرات، جوج نويدات ديال الهيدروجين كيعطيونا ديتريون هو نظير ديال الهيدروجين، وكينبعت بوزيترون او 01. من بعد هذا اللي ينتج على هذا الاندماج الاول كيرجع يندمج مع ذرة اخرى مع نواة اخرى ديال الهيدروجين باش كيعطينا التريتيوم اش 3 1، وكتنبعت هنا ما يكونش ضروري يكون انبعاث. نشوفو هنا 3 زائد او 01، هنا قوانين الانحدار ستتحقق. هنا 3، هنا 3 زائد 0، 1 زائد 1 جوج، إذا 1 زائد 1 جوج. إذا هذه براسها اللي نتجت على الاندماج الثاني كتعاود تندمج مع نويضة أخرى ديال الهيدروجين، وكتعطينا الهيليوم 4 جوج، الهيليوم 4 جوج. إذا نشوفوا قوانين الانحدار، يعني 3 زائد 1 هي 4، 1 زائد 1 هي جوج. إذا هنا ما كيبقاش عندنا شيء. لا عفوا، هنا هاد تريتيوم 3 1 كيندمجو كيعطونا الهيليوم 4 جوج زائد جوج ذرات، جوج نويدات ديال الهيدروجين، جوج نويدات ديال الهيدروجين. ده اللي كيهمنا حنا هو أن الاندماج هو واحد التحول نووي محرض لكي توحدوا فيه جوج نويدات خفاف باش يعطونا نواة أثقل وأكثر استقرارا. الملحوظة اللي خصنا هنا عرفوها هو أن النويدات هما النوى، والنوى شفتوها بأن عندها شحنة موجبة. إذا باش تقرب شحنة موجبة من شحنة موجبة هذا كيتطلب طاقة كبيرة. باش تقرب شحنة موجبة من شحنة موجبة راه الأمر شبيه بأنك تقرب القطب الموجب ديال المغناطيس بالقطب السالب بالقطب الموجب ديال المغناطيس آخر. التقريب ديال القطبين ديال المغناطيس وانك تجعلهم يتلاصقوا، تجيب قطب شمالي المغناطيس مع قطب شمالي المغناطيس اخر وتجعلهم يتلاصقوا باش تطلق منهم يبقاو لاصقين، هذا كيتطلب طاقة كبيرة وكبيرة جدا. وهذه الطاقة هذه كتجي كتحتاج لواحد الحرارة مرتفعة. اذا هذه الطاقة باش اننا نقدروا نقربوا النويدات باش انها تندمج كتطلب واحد الحرارة مرتفعة جدا، وهذا اللي كيخلي ان حد الان في المفاعلات النوويه مازال الامر صعيب عليهم، لان درجه الحراره كتكون مرتفعه بزاف، يعني تقدر تدي انصهار الفلز اللي كيكون المفاعل النووي. وهذا كما لاحظتوا مثلا الاندماج هنا منين؟ من الشمس. اذا هذا تكون الهيليوم داخل الشمس، وكتعرفوا الحراره اللي داخل الشمس اللي كتفوت ملايين درجات سلسيوس.
هكذا الآن الحصيلة الكتلية والطاقية لتفاعل نووي. لا التفاعلات النووية اللي شفناهم سواء اللي شفنا المغالفات التلقائية أو التحولات المحرضة بحال الانشطار والاندماج. وهذا يعني خليني فاش نعطي حصيلة التفاعل النووي نعطي الحالة العامة. إذا ناخذ المعادلة العامة إكس واحد النواة الأولى زائد نواة ثانية كتحول نواة ثالثة زائد نواة رابعة. هنا أ واحد زائد واحد، أ جوج زائد جوج، هنا أ ثلاثة زائد ثلاثة، هنا أربعة، هنا زائد أربعة. إذا هذه المعادلة العامة. إذا الحصيلة الطاقية لهذا التفاعل النووي، الحصيلة الطاقية لهذا التحول النووي هي الطاقة ديال التفاعل، هي طاقة صرف ديال المتفاعلات اللي كانوا عندي ناقص طاقة صرف ديال النواتج. إذا هي أو إل ديال إكس واحد زائد أو إل ديال إكس جوج، من هذا ديال المتفاعلات نقص منهم أو إل ديال إكس ثلاثة زائد أو إل ديال إكس أربعة. إذا نقدر نقول بأن دلتا أو هي بكل بساطة طاقة الربط للمتفاعلات إن صح التعبير ناقص طاقة الربط للنواتج. هذه اللي كنت غنحسبها من خلال طاقة الربط. وشفنا في الفقرات السابقة بأن طاقة الربط عندها علاقة بالكتلة. طاقة الربط عندها علاقة باش بالكتلة. نقدروا نديروا البرهانة ديالنا ماشي مشكل. إذا أو إل ديال النواة إكس واحد شنو غتكون؟ ده النواة هي طاقة الربط ديالها شنو غتكون؟ هي عدد البروتونات ديالها زد واحد في إم تي زائد إن واحد في إم إم. هاد واحد نديرها هي أ ناقص زد واحد، أ واحد ناقص زد واحد أها ناقص الكتلة ديال النواة إكس واحد الكل سي مربع. بنفس الشيء طاقة الربط النواة إكس جوج غتكون هي عدد البروتونات ديالها زد جوج في كتلة بروتون واحد زائد أ جوج ناقص زد جوج هذا هو إن جوج في كتلة ديال النوترون ناقص إم ديال إكس جوج الكل سي أس اثنين و إل ديال إكس ثلاثة غتكون هي زد ثلاثة في إم بي زائد أ ثلاثة ناقص زد ثلاثة إم إم ناقص الكتلة ديال النواة إكس ثلاثة الكل في سي مربع. إذا هنا أو إل ديال إكس أربعة كتساوي زد أربعة في إم بي زائد أربعة ناقص زد أربعة إم إم ناقص إم ديال النواة إكس أربعة الكل سي مربع. إذا الآن غنحاول نخرج دلتا أو. إذا دلتا أو اش كتساوي فينا؟ هي هادي زائد هادي ناقص هادي ناقص هادي. إذا هي أو إل واحد زائد أو إل جوج ناقص أو إل ديال هذا ناقص هادي. إذا نقدر نقول بأن هادي زائد هادي ناقص هادي ناقص هادي. إذا أو إل واحد زائد أو إل جوج ناقص أو هادي ناقص هادي. إذا نجي نبقى نجمع على كل وحدين بوحدهم. إذا شنو غتجيني؟ إذا زد واحد زائد زد جوج ناقص زد ثلاثة ناقص زد أربعة كل عامل ديال إم بي. إذا غتجيني هي زد واحد زائد زد جوج ناقص زد ثلاثة ناقص زد أربعة كل عامل ديال أش ديال إم بي. الآن غادي نجمع هاد. إذا زائد نفتح القوس أ واحد ناقص زد واحد زائد أ جوج ناقص زد جوج هادي هنا عندي ناقص. إذا ناقص هادشي ناقص هادشي ناقص أ ثلاثة ناقص زد ثلاثة ناقص أربعة هادي ناقص زد أربعة نشط القوس ده المعقوفة ديالي هاي. إذا الآن حسبت هادي. إذا الآن زائد إذا هادي زائد هادي ناقص هذه ناقص هذه. إذا هنا كتلاحظوا بأنها تكون ناقص تحافظوا عليها. إذا ناقص إم ديال إكس واحد ناقص إم ديال إكس اثنان
إذا ناقص مع الناقص نساوي الزائد، إذا زائد ام ديال اكس 3، وناقص مع هذا الناقص هذه، إذا هي ناقص زائد ام ديال اكس 4 الكل في مربع. إذا نمشيو حنا قوانين الحفاظ، نكتبو قوانين الحفاظ ديالنا هنا. إذا في هذه المعادلة هذه قوانين الحفاظ شنو كتقول؟ تقولك أ واحد زائد أ اثنان كتساوي لنا أ ثلاثة زائد أ أربعة، صافي؟ يعني أ واحد زائد أ اثنان ناقص أ ثلاثة ناقص أ أربعة كلشي كيساوي صفر. هادشي ندوزو لهنا ونلقى كلشي كيساوي صفر. هذا القانون الأول هو هذا. هذا بالنسبة للزاد، إذا الزاد واحد زائد زاد جوج كيساوي هذا زائد هذا كيساوي لنا هذا زائد هذا، قانون صودي. زاد ثلاثة زائد زاد أربعة. إذا ندوز هادو حنا نلقى بأن زاد واحد زائد زاد جوج ناقص زاد ثلاثة ناقص زاد أربعة الكل كيساوي صفر. إذا هادي سهل. نجيب هنا العلاقة شنو عندنا؟ زاد واحد زائد زاد جوج ناقص زاد ثلاثة ناقص زاد أربعة هي هاد، اش كتساوي صفر. إذا هادا غادي يمشي، غادي نفككوها. إذا نفكك هنا لي زا ونفكك لا، غادي هنا أ واحد ناقص زاد واحد زائد أ جوج ناقص زد جوج ناقص أ ثلاثة ناقص مع ناقص تولي زائد زائد زد ثلاثة ناقص أربعة ناقص مع ناقص تولي زائد زائد زد أربعة. إذا الآن أنا نكتب هذا الحساب بالخطأ، نجمع الأ وحدهم والزد وحدهم. الأ واحد زائد أ اثنان، ها أ واحد ها زائد الأ واحد زائد أ اثنان، إذا هذه عندنا ناقص ناقص أ ثلاثة ناقص أربعة ناقص أ ثلاثة ناقص أ أربعة. نزيد دابا الآن الزيدات، إذا هنا زائد زد ثلاثة ها هي زائد زد أربعة. لا ماشي مشكل، ده هنا ناقص ها هي زد واحد ناقص زد اثنان زائد زد ثلاثة زائد زد أربعة هي هي. أنا عوضت كلشي. إذا هنا نجمع هادو فوق قوس لي أ بوحدة هون، اش كتلاحظو؟ أ واحد زائد أ جوج ناقص أ ثلاثة ناقص أربعة، هي اللي شفناها قبيلة قانون صودي كيقول بأنها كتساوي صفر. إذا هادي مشات. هنا شنو عندك؟ ناقص زد واحد ناقص زد جوج زائد زد أربعة زائد زائد زد ثلاثة هادي زائد زد أربعة هاد. إذا هادي إذا درتو إذا عملتو هنا بالناقص شنو غاتجيكم؟ هي زد واحد عملو بناقص زائد زد اثنان، هنا زائد وعملتو ناقص غاتولي ناقص، إذا ناقص زد ثلاثة ناقص زد أربعة. إذا هي هادي شفت هنا زد واحد زائد زد اثنان ناقص زد ثلاثة ناقص زد أربعة، حتى هادي غاتمشي للصفر. هذا التعبير كله غيمشي وهذا غيمشي، شنو غيبقى عندي؟ غيبقى عندي هذه، غيبقى عندي دلتا او طاقة الحصيلة الطاقية ذات التفاعل كتساوي لنا ناقص ام ديال اكس واحد ناقص ام ديال اكس اثنان زائد ام ديال اكس ثلاثة زائد ام ديال اكس اربعة. نقدر نكتبها على هذا الشكل، اذا هي ام ديال اكس ثلاثة بدا بالموجبين زائد ام ديال اكس اربعة بدا بالموجبين ناقص نعمل هنا هذا الناقص، هذه مثلا هذه فيها ناقص هذه فيها ناقص نعمل، هي ام ديال اكس واحد زائد ام ديال اكس اثنان الكل هنا في سي مربع، الكل في سي مربع، هنا الكل في سي مربع. الان وصلنا تقريبا على النتيجه، انا نكتبها هنا تحتها. اذا هذه اكس 3 واكس 4 شنو هادو؟ هادو هما النواتج. اذا نقلقوا بين طاقه الصوت بالنسبه للنوويه او ال، لا الطاقة في التحول النووي حصل الطاقة ديال التفاعل النووي ديال طاقة اش كتساوي لنا؟ إذا كنت نعطيها بهذا الكتل، الكتل النواتج ناقص الكتل ديال المتفاعلات في السي أس اثنان، يعني هي أم هي أم ديال من؟ ديال النواتج ناقص أم ديال اش؟ المتفاعلات الكل سي مربع. غتقول لي واش خدمو العلاقة الأولى ولا العلاقة الثانية؟ نقول شوف المعطيات اللي عندك، إذا كان عاطيك طاقة صرف ديال النويدات اللي مشاركين في التفاعل النووي غتخدم العلاقة الثانية الأولى، ولا كان عاطيك الكتل غتبدا تخدم العلاقة الثانية غير اللي تعقل عليها. إذا كنتي غتخدم طاقة صرف ديال النويدات كتاخد النواتج ناقص المتفاعلات، ولا كنتي غتخدم الكتل كتاخذ الكتل المتفاعل النواتج نعاود قلت لا كنتي غتخدم بطاقة الرد كتاخذ طاقة الرد ديال المتفاعلات ناقص طاقة الرد النواتج، وإلا كنتي غتخدم بالكتل كتكون الحصيلة الطاقية هي الكتلة ديال كتجمع الكتل ديال النواتج
نقسم لهم كتل ديال المتفاعلات واضرب كل شيء في السي مربع. الان بقينا نشوفوا الحصيله الطاقيه ديال التحولات اللي شفناهم. نعطيو امثله بالنسبه عند الانشطار والاندماج اللي شفنا مؤخرا والتحولات التلقائيه اللي شفنا في الدرس السابق. اذا نشوفوا بالنسبه عند الحصيله الطاقيه للانشطه الاشعاعيه تلقائية يعني كنقصد بها الفا وبيتا موان وبيتا بلس اللي استقلنا شفنا في الدرس السابق. إذا شفنا المعادلة العامة ديال داك الأنشطة الإشعاعية بين النواة الأصلية غير المستقرة كتحول على نواة أكثر استقرارا مع انبعاعات دقيقة أو أكثر. هذه الدقيقة بي غتقدر تكون هي إما الفا يعني الهيليوم 4 جوج، غتقدر تكون هي الإلكترون 0-1 أو البوزيترون 0-1. نحن نعطي الحالة العامة. إذن أين قدكم أعطي الحصيلة الطاقية؟ إذن هنا الحصيلة الطاقية غتكون دلتا أو كتساوي، إذن كاين جوج علاقات غنعطيهم لكم جوج على حساب المعطيات. إذن إذا كانوا عاطينك طاقة صرف ديال النويدات، إذا كدير المتفاعلات ناقص النواتج، إذا غدير أو إل ديال النواة اللي انطلقنا منها ناقص أو إل ديال النواة المتولدة ناقص او ال ديال الدقيقه المنبعثة. اذا المتفاعلات ناقص النواتج وكتحسب. الا ما كانش عاطيك طاقه صرف بالنسبه للنواه ديال الطاقه صرف ديال النواه، شنو غدير؟ غتخرج الكتل ديالهم. اذا هنا كدير كتجمع الكتل ديال النواتج وتنقص منهم الكتل المتفاعلات وتضرب كل شيء في السي مربع. اذا ام ديال النواه اكغاك نزيد لها ام ديال الدقيقه المنبعثة نقص منها الكتله ديال المتفاعل، هنا هو النواه الاصليه اكس والكل سي مربع. اذا راك كتحسب صافي. الان هاد دلتا او، اذا الحصيله الطاقيه للتحولات التلقائيه دلتا او كتكون سالبه. علاش؟ لان الطاقة كتحرر، المجموعة اللي كتعطي الطاقة للوسط الخارجي ماشي هو اللي كتستقبل الطاقة من الوسط الخارجي. إذا في هذه الأنشطة الإشعاعية ألفا وبيتا وبيتا بلس وجاما، التحولات التلقائية هي الأنشطة الإشعاعية هي النويدات غير مستقرة هي اللي كتحرر الطاقة للوسط الخارجي. إذا خلينا نقولوا من هذه الطاقة كتكون سالبة. إذا الحصيلة الطاقية ديال الطاقة غتكون سالبة، يعني الطاقة تحررت، هذا كيعني بأن الطاقة تحررت خلال النشاط الإشعاعي. هذه الأولى، الإشارة السالبة كيعني بأن مجموعة هي اللي عطات الطاقة للوسط الخارجي صافي. إذا قلتلكم الآن شحال الطاقة اللي تحررت وتكون الطاقة المحررة خلال هذا التحول النووي هي او كتسمى القيمه المطلقه ديال دلتا او، كتاخد غير القيمه المطلقه. اذا الطاقه اللي تحررت مثال القيمه مثلا دلتا او الحصيله الطاقيه كتقول بانها ناقص 3.16 ميجا الكترون فولت مثال. اذا اش كتفهم من هذه الاشاره؟ من هذا التعبير، إذا بما أنها سالبة كاين بأنها طاقة تحررت، صافي. الآن قلت لكم شحال تحرر ديال الطاقة، شحال تحرر؟ غتقولوا لي القيمة الموجبة، غير 3.16. إذا الطاقة المحررة في الحالة هذه أو كتساوي لنا 3.16 ميجا إلكترون فولت. إذا هنا خص رد البال، ديروا علامة انتباه، وأن فاش يكون كتحسب الحصيلة الطاقية، شو واش مطلوب منك احسب الحصيلة الطاقية للتفاعل النووي او الطاقه المحرره. اذا كانت الحصيله الطاقيه كتوصل لهنا وتوقف، تلقى القيمه ديال الطاقه وكتساوي الا كانت الطاقه المحرره كتلقى الحصيله الطاقيه وكتاكد بانها سالبه باش يتماشى داكشي مع المعطيات، يعني الطاقه تحررت، ومن بعد كدير القيمه المطلقه وكتعطيهم الطاقه المحرره كما درت هنا. اذا هذه الحصيله الطاقيه وهذه هي الطاقه المحرره خلال هذا التحول النووي. الان غادي نشوفوا مخطط الطاقه للتحول النووي. وهنا دائما في الحالة العامة
دابا ناخدو واحد تحويلة عام بحال شفت قبيلة، إذا إكس أ إكس واحد أ واحد زائد واحد زائد واحد دقيقة واحد أولى نواة إكس أ جوج زائد جوج غتعطينا إكس أ ثلاثة زائد ثلاثة زائد إكس أربعة زائد أربعة. يعني هاد إكس اللي عندكم هنا تقدر تكون نواة ولا تقدر تكون دقيقة، وهنا تقدر تكون هاديك مكايناش بحال شفنا في الأنشطة الإشعاعية ألفا بيتا موان بيتا بلس وغاما، يعني كتكون عندها نواة واحدة وكتحولها عند نواة متولدة ودقيقة منبعثة. المهم هذا الشكل العام. إذا مخطط الطاقة هو واحد المخطط اللي كنمثلو فيه الطاقة، المهم نتوما تعرفو تمثلوه. هنا عندكم واحد المستوى كديرو هنا واحد المستوى اللي فيه الطاقة النويدات اللي كانت عندكم، إذا إكس واحد أ واحد زد واحد زائد إكس جوج أ جوج زد جوج. إذا شنو كدير هنا؟ كتحط فيه النويدات اللي نطاقتي منها، زعما كنكتبو بحال نقول متفاعلات بلا ما تكتبوها نتوما، غير كنشرح. ما تحطو هنا النويدات اللي نطاقتو منهم، صافي. هنا الفوق كديرو واحد مستوى اللي كت نحطو فيه المكونات هاد النويدات، يعني هاد النويدات هادو فاش كيتفكو، هاد النويدات هادو كنعتبرو بان قبل ما يدوزو لهنا راهم تفككو وعاد عاودو تركبو. يعني كنقول بان باش يدوزو من هنا لهنا، اذا هاد النويدات اذا عطيناهم طاقة الربط ديالهم، اذا او ال واحد زائد او ال ديال نواة اكس جوج، اذا هاد النويدة هادي اذا عطيناها الطاقة كتساوي طاقة الربط ديالها كتفكك. شفنا في التعريف طاقة الربط للنواة هي الطاقة اللازم إعطاؤها للنواة من أجل فصل نوياتها مع بقائها في حال السكون. إذا هذه إذا عطينا واحد الطاقة كتساوي أي واحد غادي تفكك، ملي غاتفكك غاتفكك واحد على زاد، إذا زاد واحد بروتون و أ واحد ناقص زاد واحد نوترون، هذه غاتفكك الأولى. زائد هاد النواة الثانية إكس جوج إذا عطيتها طاقة الربط كتساوي طاقة الربط ديالها، تصبح الطاقة كتساوي طاقة الربط ديالها، هي غتفكك غتحولها عند زد جوج بروتون زائد أ جوج ناقص زد جوج يعني أن جوج نوترون. إذا الآن بحال شديت هاد النوايات هادو فككتهم صافي، وعاد غادي نرجع نشكلهم، يرجعو يتشكلو باش يعطوني داك البروتون والنوترون، يعاودو يتكونو بطريقة واحدة أخرى، يرتبطو بطريقة واحدة أخرى باش يعطوني نواة إكس ثلاثة ونواة إكس أربعة. لأن إكس واحد على إكس جوج إكس ثلاثة إكس أربعة، هذا هما هادوك. إذا هنا إذا هاد النويدات هادو غادي يفقدو واحد الطاقة وغادي يعطوني نويدات أخرى هنايا. هنايا كنكتبو نواة إكس ثلاثة اللي التركيبة ديالها ثلاثة زائد ثلاثة مع نواة إكس أربعة أربعة زائد أربعة. إذا هنا خلال التكون ديال النواة قلنا كتحرر طاقة الربط، إذا هنا عندي ناقص أو إل كتفقد واحد الطاقة كتساوي ناقص أو إل ديال النواة الثالثة ناقص أو إل ديال النواة الرابعة. إذا باش كتحرر تكون هذه كتفقد واحد الطاقة كتساوي لنا أو إل ديال إكس ثلاثة، وباش تكون عند النواة هذه كتفقد واحد الطاقة كتساوي أو إل إكس أربعة. إذا الطاقة ديال هذا التفاعل النووي هي هذه. إذا هنا انتقلنا بطريقة مباشرة، هنا شرحنا كيفاش كيوقع. إذا هاد النويدات كتفكو عاد كيرجعو يرتبطو من جديد، إذن هادي هي الحصيلة الطاقية ديال التفاعل النووي. نعطيو شي مثال هنا، مثال نشوفكم شي مثال. نشوفو مثلا شي مثال، أخويا هاد التفاعل هذا مثلا الكوبالت 60 27 تحول على النيكل 60 28 زائد أو زيرو أن أو زيرو موان زان هنا على 28. إذا الآن إذا قلت عطيني مخطط الطاقة هذا شنو غدير؟ غترسم واحد المحور اللي هو المحور ديال الطاقة، غتوضع واحد المستوى في الأول غدير فيه المتفاعلات، واحد المستوى هنا غدير فيه النواتج، وواحد المستوى واش غادي ندوزو فاش غادي نفككو النوايات. إذا هنا شكون هما المتفاعلات اللي عندي؟ هي الكوبالت. إذا أنا غدير الكوبالت 60 27، هنا هادي فاش غتفكك غتعطيك 27 بروتون و
وعدد النوترونات هو 60 ناقص 27 هو 33 زائد 33 نوترون، هذه تفككات. الآن هذه البروتونات والنوترونات يعاودوا يتركبوا من جديد بطريقة واحدة أخرى باش يعطوني نيكل. إذا هنا عندي Ni 620 زائد E 0 موان زائد، كنحط هنا النواتج. هنا شكون هي النواتج اللي تشكلت؟ هي هذه. إذا هنا كندير ناقص EN، إذا هنا تفقدات الطاقة هذه EN ديال Ni، وهنا فهاد ندوزها من هنا لهنا تكتسب الطاقة EN كتساوي لنا كوبالت ديال كوبالت 60. إذا الطاقة ديال التفاعل النووي هنايا لما دلتا E هذه، هاد دلتا E كتساوي لنا تساوي لنا هادشي زائد هادشي، يعني هو EN ديال النواتج EN ديال كوبالت ناقص EN ديال Ni ناقص EN ديال الإلكترون كتساوي صفر، لأن الطاقة ماشي نواة هو أصلا. إذا هكا غتحسبو هذا هو المخطط ديال الطاقة ديال هاد التفاعل النووي. أمر بسيط ماشي شحال صعيب.